من عمان أرحب بالدكتور فاضل الزعبي سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو سابقا. دكتور فاضل معك أبدأ النقاش. تداعيات الحرب في أوكرانيا وقبلها طبعا جائحة كورونا وأزمة الإغلاقات، لكن ربما الحرب في أوكرانيا وأزمة القمح وأزمة الغذاء أدت إلى أزمة كبيرة خاصة مع أعباء الديون الثقيلة الناجمة عن الحرب. هنا ما مدى عمق أزمة الغذاء عالميا؟ يعني ما حجم ما ينتظر العالم وليس فقط في القارة الإفريقية؟ نعم، شكرا لك. هو هذا السؤال المهم. حجم أزمة الغذاء عالميا هي أزمة أكبر مما يتم تصويرها لغاية الآن، لأن هنالك حالة عدم يقين تماما على مستوى الغذاء في العالم. حالة عدم اليقين تتمثل في متى سوف تنتهي أزمة أوكرانيا، حالة عدم اليقين تتمثل في ماذا نعمل بشأن التغيرات المناخية التي بدأت تضرب بقوة. حالة عدم اليقين أيضا تنعكس من الانكماش الاقتصادي اللي ضرب العالم، وبالتالي قلل حتى الاستثمار في قطاع الزراعة. أما إذا ما أتينا على ما ينتج العالم، فبدأت المخزون الاستراتيجي لكل المواد الأساسية، للسلع الأساسية، تنقص مع نهاية كل عام. يعني في نهاية العام يتم حساب ما تبقى من المخزون اللي طبعا موجود لدى الدول، فهذه النسبة بدأت تقل، كانت 35% والآن متوقع أن تنزل إلى 29%، وهذا رقم كبير جدا جدا. دكتور فاضل، هنا شركاء التنمية في القارة الإفريقية تعهدوا بتقديم 30 مليار دولار أمريكي بهدف الاستثمار وأيضا تعزيز وإنتاج الغذاء في القارة السمراء، يعني هذا على مدار 5 سنوات كما ذكر التقرير. ماذا يمكن أن يغطي هذا المبلغ؟ يعني هل هذا كفيل بضمان أمن غذائي لهذه السنوات على الأقل؟ هل هذا يتطلب ربما تحركات أخرى على مستويات أخرى لضمان أمن غذائي وبالتالي عدم وقوع في مجاعة ربما القارة هي في غنى عنها؟ نعم، إذا ما تحدثنا عن المبالغ المطلوبة فهي مبالغ أكبر من هذا 30 مليار بكثير. يعني حقيقة أفريقيا تحتاج من أجل تصويب أوضاعها الزراعية وتحويل النظم الغذائية فيها لتصبح مساهمة في الأمن الغذائي العالمي إلى حدود 28 مليار دولار سنويا، مش كل 5 سنوات. لكن هذا المبلغ 30 مليار راح يكون مضافا إلى المبالغ الموجودة لدى هذه الدول والمبالغ التي مستثمرة حاليا فيها. نجد في تجارب كثيرة ناجحة في دول أفريقية. هذه الدول استطاعت أن تزيد من مخصصات الزراعة ب10% على الأقل من ميزانياتها حتى تستطيع أن تضمن الإنتاج المستدام. استطاعت أن تدعم، وهذا مهم جدا، أن تدعم مدخلات الإنتاج وخصوصا البذور المحسنة المقاومة للجفاف والحرارة لما لها من أهمية في مقاومة التغيرات المناخية. استطاعت أيضا أن تحاول تطوير سلاسل القيمة. سلاسل القيمة، أنا أقصد هنا سلاسل القيمة الغذائية، التعبئة والتخزين والتصنيع والنقل وما ينتج عنها من هدر وفاقد غذائي كبير. هذه بحاجة إلى تطوير هائل جدا في قارة أفريقيا. هذا كله مضافا إلى يجب أن تستخدم أفريقيا النسبة أو الميزة النسبية لها. عندما نتحدث مثلا عن الكسافة، الكسافة هو نبات ممكن أن ينمو بأفريقيا وبشكل كبير والاستثمار فيه جيد. الغابون استطاعت أن تنتج ما يكفي لإطعام 10 ملايين شخص لأنها تستخدم بديلا للقمح بإنتاج الخبز وهكذا. أشكركم، شكرا جزيلا على المداخلة معنا الدكتور فاضل الزعبي سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو سابقا من عمان كنت معنا. شكرا.